طبعا سعيد جدا بوجود كابتن عبد الرحمن الجمال مدير أكاديمية الجمال لكرة القدم، وإن شاء الله يكون قدير على إعداد نشء ويكون الأمين على الوصول الصغار لمستقبل أفضل وتشريف الدولة المصرية، ويكونوا ممثلين لأنديتهم في منتخب مصر والقارة الإفريقية، ويكون شوف محترفين في الخارج يمثلوا مصر أمثال محمد صلاح ومحمود تريزيجيه. كل التوفيق كابتن عبد الرحمن، إن شاء الله أتمنى لك كل خير كابتن.